جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عائلتي ممن يتساهلون في مصافحة النساء للرجال، وأنا أرفض هذا الأمر، وقد بينت لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دون جدوى، فماذا أفعل وهم الآن يستهزئون بي ويقولون الدين أيسر وأنت متشدد؟ عليك بمواصلة النصيحة والبيان والإنكار عليهم، وهذا حكم شرعي لا مجاملة فيه. وإذا كانوا يستهزئون بك أو يسخرون منك فإن الإثم عليهم والضرر عليهم هم، أما أنت فإنك مأجور إن شاء الله، لأنك تنكر منكرا وتبلغ أحكاما شرعية، فعليك بالاستمرار والصبر على ما ينالك من أذاهم، ولعل الله أن يهديهم ويشرح صدورهم. نعم.